نتكلم على الحب بقى في قمة التجلي وقمة الروعة. الحب في الخمسينات والستينات ممكن تحبي شريكك اللي معاكي تديله اهتمام اكتر، ممكن تقضوا مع بعض اوقات حلوة كتير بعد السنين الطويلة اللي انتوا قضيتوها في الكفاح وتربية الولاد. حتى لو مفيش ولاد ممكن تعتبريه ابنك وتديله الاهتمام والرعاية والحنان اللي هو محتاجهم في الفترة دي. انتوا مع بعض دلوقتي شركة في كل حاجة، شركة في الحياة، شركة في التقدير، شركة في النضوج، شركة في احتواء كل واحد فيكم للتاني بكل الحاجات اللي فيه، كل المشاكل وكل الآلام اللي هو مر بيها. انتوا مع بعض ممكن تستمتعوا اكتر، ممكن تعملوا حاجات جديدة مع بعض ما عملتوهاش وقت الشباب، ممكن تروحوا اماكن جديدة وتستمتعوا بيها وتعملوا حاجات مجنونة، ليه لا؟ تروحوا مثلا تلعبوا باتيناج، تروحوا تعملوا اي حاجة، ممكن ان هي برضو تبقى حاجة جديدة وكوميدية تضيف لحياتكم بهجة وسرور، وممكن تقضوا فيه ان انتوا تكونوا صداقات جديدة. الصداقات الجديدة دي ممكن تكون من ناحيتك او من ناحيته، كل واحد فيكم هو بيأثر على التاني، بيستوعب التاني، تتشاركوا اكتر في كل الافكار اللي انتوا بتفكروا فيها، سواء كانت حاجات تفيدكم لقدام او حاجات ممكن تطوروا بيها نفسكم. وكل حاجة ربنا خلقها لسبب، فكون ربنا سبحانه وتعالى اداكي الحب ده حافظي عليه واستثمري ان انت دايما تزودي، وتشكري ربنا على المشاعر الحلوة وحسيها قدريها، وحبي كل اللي حواليكي، اديهم الحب والمشورة والحنان، اديهم كل احساسك الجميل وعبري بيه. ما تكسفيش ان انت تعبري في الفترة دي، وحد يقولك ان انت كبرتي، السن ده مجرد رقم، ما فيش اي حاجة تدل على الانسان الا طباعه الجميلة وحبه اولا لربنا سبحانه وتعالى وحبه لنفسه وحبه للحياة. ونشكركم، وفي الحلقة دي قدمنا كل مراحل الحب، مراحل المراهقة ومراحل الشباب ومراحل خمسينات وستينات، ونشوفكم بإذن الله في الحلقة اللي جاية.